السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع كوكس بقى الماتشا اللي هتفوقنا يا جماعة. صباح الماتشا، يلا بينا نشوف هنحتاج ايه. طبعا انا هحتاج عندي كوباية من الزبدة المتسيحة، كوباية من السكر، وياريت لو إريسرول. هحتاج ميكس من الشوفان والدقيق حوالي كوبايتين، وهحتاج بيضة، وهحتاج طبعا معاها الفانيليا وبيكنج باودر وبيكنج صودا وشوية من الدارك تشوكلت براحتنا الكميه اللي احنا محتاجينها. هنجيب بول بقى كده كبيره ازاز ونبدا نحط فيها السمنه المتسيحه او الزبده السايحه. وهنا انا ما غمقتهاش قوي يا جماعه عشان ما اغيرش اللون بتاعي. انا هنا حطيت إريسرول، يعني عملت ميكس كده من الشوجر، حطيت إريسرول على سكر عادي على معلقه من العسل الاسود، يعني للقيمه الغذائيه. احنا ممكن نلغي كل دوت ونستخدم بس تلتين كوباية من الإسرول، لأن الإسرول بيسكر قوي عن السكر العادي. هنزل بقى بالبيضة بتاعتي مع حبة الفانيليا بتاعتي، وأبدأ أعمل ميكسينج للخليط دوت لحد ما أحس إن السكر بتاعي داب خالص في الزبدة. معلش هياخد وقت مننا شوية لو إحنا بنعمل ميكسينج بإيدينا، ممكن نستخدم في الوقت دوت الهاند بلندر الكهرباء علشان نحصل على خليط ناعم جدا 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 والسكر ما يبقاش باين عندي. الإرسول بياخد وقت شويه عن السكر العادي علشان يدوب. منين ما انا هبدا ادوب بقى كل الخليط بتاعي والاقيه بدا يتحول من اللون الكافيه اولي للون البيج بدرجاته، يعني بيفتح كل شويه كده، يبقى انا وصلت للسمك اللي انا عايزاه من الخليط. ابدا بقى بعد كده اظبط عندي بقى الشوفان اضيفه ليا. انا يعني زي ما اتفقنا عملت ميكس ما بين الدقيق وشوفان. انا في الوصفه ديت بستخدم حوالي كوبايتين من الاثنين مع بعض، فاحنا ممكن نخلطهم الاثنين مع بعض ونحطهم، او زي ما احنا عايزين نضيف. عايزين شوفان اكتر من الدقيق مفيش مشكله، عايزين الاثنين مع بعض يبقى كوبايه من ده وكوبايه من ده. وطبعا الدقيق زي ما احنا ما اتفقنا مش بنضيفه كله مره واحده، بضيف الاول. يعني انا هستخدم كوبايه من الدقيق، اضيف تلتينها الاول وبعدين اسيب تلت على جنب اي لو العجينه بتاعتي احتاجت. بعد كده هبدا اضيف بقى معلقتين صغننين، ما تزودوش يا جماعه علشان ما يمررش منكم، معلقتين صغيرين من الماتشا جرين تي الرو. هو الماتشا جرين تي ليه فوائد رائعه جدا. اولا الصينيين بيشربوه كده كمشروب عادي، يعني بيحطوه كده معلقه منه ويحطوا عليه ميه مغليه ويشربوه. طبعا بقوا دلوقتي بيستخدموه في كل حاجة، يعني بيتعمل منه الكوكيز، بيتعمل منه الكرواسون، بيتعمل منه حاجات كتير جدا، لان فوائده فعلا عظيمة جدا جدا جدا. يلا بينا بقى هنضيف الشوكليت شيبس ونضيف معانا البيكنج باودر والبيكنج صودا ونميكس كله مع بعض بقى، نقلب كله كويس قوي قوي قوي. طبعا اللون بتاع الكوكيز خطير على فكره. ممكن بدل ما نستخدم الشوكليت شيبس البني نستخدم البيضه عشان يبقى باين عندي اللون بتاع الكوكيز الاخضر. بس انا بصراحه في الخطوه ديت انا حبيت ان انا اخلي الوصفه بتاعتي هيلثي شويه، فحبيت اني استخدم الدارك شوكليت، ما رضيتش استخدم الشوكليت شيبس البيضه. لكن هي الوصفه الاصليه للماتشا كوكيز بيتحط فيها الشيبس البيضه، وكمان مش بيتضاف عليها العسل، يعني نفس المكونات ولا شوفان. طبعا بيستخدموا الدقيق بس كده. يا جماعه العجينه بتاعتي بقت 100 100، حطها في الثلاجه بقى نص ساعه عشان تجمد اعرف اشتغل بيها. كده احنا طلعناها بعد ما قعدت في الثلاجه نص ساعه، وهنبدا نعملها كور كده على حسب طبعا الحجم اللي احنا عايزينه. بس واحنا بنحط الكوكيز دايما بتاعت الشوفان في الصينيه بتاعتنا هنبططها شويه لتحت، لانها مش هتبقى بتدوب قوي زي الكوكيز العاديه. يعني هي طبعا بتفرد، بس عشان احنا عاطين قطع شوفان كبيره زي ما انتم شايفين مش دي شوفان، مش هتفرد معايا بسرعه، فهنبططها شويه لتحت واحنا بنحطها في الصينيه. يلا بقى نخلص كل الكميه بتاعتنا، او طبعا اللي عنده قلايه هوائيه هيبقى في الانجاز. هنسخن بقى الفرن بتاعنا درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق، وبعدين ندخل في الفرن الرف الوسطاني. زي ما انتم شايفين انا حبيت افرج لكم في الاير فراير اهيت. طبعا هي فرشت شوية بس احنا متكيين عليها. بيبقى بجد بجد طعمها تحفة. بتاخد حوالي 10 دقايق ل 12 دقيقة على حسب كل فرن. حلوة جدا من جوه، مقرمشة من بره، وهيلثي، وكمان بتدي طاقة وفيها مضادات للأكسدة.
اتمنى تجربوها، واللي نسي يعمل لنا لايك وسبسكرايب، يعمل لنا لايك وسبسكرايب ويشير عشان يوصلكم كل جديد ويفعل الجرس، وزي ما بنقول كل مرة استمتعوا وخليكم أصحاء.